HS Engineers. Go with the professionals. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحب بأبنائنا طلاب الوطن العربي والمتحدثين واللي بيفهموا اللغة العربية في درس رقم 3 في شابتر 15. ممكن طبعا يكون شابتر آخر في كتابكم، ولكن زي ما اتفقنا في الحلقتين اللي فاتوا أنا بشرح من الكتاب اللي هو 13th Edition كتاب هيبلر Mechanics of Engineers أو Dynamics. طيب النهاردة إن شاء الله في الحلقة الثالثة في شابتر 15 اللي هو في الكتاب ده، يعني هتكلم عن الإمباكت. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن حاجة اسمها المومنتم، بدأنا بالمومنتم في الحلقة رقم 1 في الشابتر ده، وبعدين اتكلمنا عن Introduction to Impact، وهنتكلم تاني النهاردة أكثر عن الموضوعين دول. قلنا إن المومنتم عندنا جسم بيتحرك بسرعة، هو M بيتحرك بسرعة V1، ده قوة خبطته F لمدة زمن T. فالجسم بعد شوية خد سرعة V2 M. ما اتكلمش على مسافة، ما اتكلمش على قبل الخط وبعد الخط على طول، ما يهملش المسافة قد ايه يعني اللي قطعها في الفترة الصغيرة دي، الوقت ده قصير. طيب بنقول ايه القانون اللي يربط ال V1 وال V2 بالفورس وال T؟ كمية التحرك قبل اهي M في V زائد الفورس في T، لو الفورس متغيرة او التكامل الفورس DT، ولو ثابتة تبقى F في T، يعني التكامل الثابت هيكون F في T بيساوي M في V2. الكلام ده لو جسم واحد وفورس خبطته. طيب لو جسمين وخبطوا في بعض، مثلا كرة ليها MA تتحرك بسرعة اسمها VA، وكرة تانية اسمها MB تتحرك بسرعة اسمها VB، هما مين أكبر من مين؟ المهم إن سرعة A أكبر من سرعة B عشان تلحقها ويحصل إمباكت. او ممكن يكون ال MA اهي وادي ال VA وال MB اهي، بغض النظر عن قيم السرعات بقى المرة دي، بس ال VB عكسها فهيحصل تصادم. ففي الحالتين دول حصل تصادم، ممكن جسمين متحركين، ممكن تكون مثلا ال VB ساكنة، يعني ال VB بصفر او ال MB ساكنة، فبرضه يحصل تصادم. طيب بغض النظر بقى عن حركة كل جسم فيهم، كل كتلة فيهم، وبغض النظر عن اتجاهها، تعالوا نكتب القوانين اللي تحكم الإمباكت. في الانترودكشن تو إمباكت المحاضرة اللي فاتت شرحنا ايه؟ شرحنا المعادلة الأولى بس، احنا عندنا النهاردة معادلتين. المعادلة بتقول نفس المعادلة اللي فاتت اللي هو سيجما الـ M في V تساوي سيجما الـ M في V. طب ما فيش معلومة جديدة، بس كل موضوع إن هكتب ده بفور للجسمين مع بعض، يعني MA ضرب VA زائد MB ضرب VA ده قبل يساوي نفس الكلام بس أفتر، هيبقى نقول مثلا سيجما هتكون MA VA داش مثلا زائد MB VB داش، يبقى دي نفس المعادلة اللي فاتت بس ما فيهاش فورس، الفورس في الزمن الفورس مش موجود، فالفورس في الزمن راح مني خلاص مش موجود، بس بيكون جسمين مش جسم واحد، يبقى دي المعادلة الأولى ظلت زي ما هي، وده مبدأ يعرف بالكونزرفيشن اوف مومنتم او لينير مومنتم، لان الحلقه الجايه ان شاء الله هتكلم عن الانجولار مومنتم. طيب المعادله الثانيه، المعادله الثانيه تختص بالكونزرفيشن اوف كايناتيك انرجي. طيب لو احنا عندنا الامباكت ان الاستيك، وده الغالب في الاستيك امباكت، يعني مفيش طاقه حركه بتفقد فيه، بيور الاستيك او بيرفكتلي الاستيك، مثلا لو قال الاستيك او توتالي الاستيك معنى كده ان كميه التحرك كايناتيك انرجي اب الطاقه الحركيه قبل وبعد نفس الشيء، يعني هيكون ايه؟ هيكون ال في بي داش
ناقص ال VA داش كل الموضوع ادي ال VB وادي ال VA الفرق بينهم بس هحطوا له اشارة ماينس يعني فرض ان جسم جاي بعشرة وجسم تاني جاي باربعة مجموعهم كام دول؟ 14 10 مجموع القيم 14 لما يردوا مثلا ممكن يرد ب 8 وده ب 6 وبالتالي هيكون ساعتها ال VB داش ناقص ال VA داش نفس المعادلة انا كاتبها كده بس بالماينس لكن لو في ان الاستيك كوليجن يعني شويه طاقه حركه هتضيع اعمل ايه؟ طبعا خلينا نقول احط الاول اي وبعدين نتفاهم الاي ده معامل اسمه كوفيشنت اوف ريستيتيوشن طيب المعامل ده بيكون من صفر الاي اكبر من او يساوي صفر واصغر من او يساوي واحد لو سوى واحد معناه ان الكائنات الانرجي كلها محفوظه اشيل ده يبقى المبدا حفظ الطاقه الحركيه او الطاقه موجود وبالتالي مفيش طاقه ضاعت خالص يبقى لو ده بواحد معناه هيكون توتالي الاستيك او الاستيك طيب لو كان صفر ده كله يروح ساعتها ان ده ناقص ده يساوي صفر يعني ده يساوي ده يعني سرعه الجسمين صاروا حاجه واحده وبالتالي الجسمين لزقوا ببعض عملوا ستيكنج مع بعض ومشوا بنفس السرعه ونفس الاتجاه ونفس كل حاجه ساعتها الاي بصفر يبقى لو الاي بصفر هيبقى بيرفكتلي ان الاستيك او توتالي ان الاستيك يبقى السرعتين نفس السرعه الجسمين مسكوا ببعض لو كان بواحد معناته ان هو توتالي الاستيك وبالتالي مفيش طاقه حركه فقدت طب لو حاجه ان بتوين بقى وده الغالب يعني الغالب يكون ان بتوين يعني نادر ما حتى سيارتين يخبطوا في بعض ويمسكوا كتله واحده الا مثلا لو قطر مثلا مع عجله مثلا يروح خابطها وماسكها وماشي بيها مثلا ساعتها ده توتالي ان الاستيك وبالتالي ساعتها السرعه واحده ده كله راح فلو قال لك ان عربيتين خبطوا في بعض او اي حاجتين خبطوا في بعض ومشوا مع بعض بنفس الاتجاه ونفس السرعه ده يكون توتالي ان الاستيك تبقى ساعتها الاي بصفر لو قال لي الاستيك احط الاي بواحد خلافا لكده وده الاصل يعني هدينا قيمه الاي اللي بتعتمد على حاجات كتيره منها يعني مساحه السطح الاصطدام منها مثلا السرعتين هما بيخبطوا في بعض ده بيكون في الغالب جيفن يعني الاي صعب ملوش جداول ملوش يعني حاجه نحسبه بيها فهيكون معطى واحيانا يطلب حساب ده 2 كيلوغرام بول الثرون از سسبندد 20 كيلوغرام في عندنا 20 كيلوغرام متعلقه سسبندد بلوك وذ بلوستي وراحت عليها كره 2 كيلوغرام بكام بسرعه في 4 يبقى الفي اي ب 4 متر على الثانية والام اي ب 2 كيلوغرام الام بي 20 كيلوغرام والفي بي في الاول كانت ثابته فوقت صفر ده كل دي الحاله الابتدائيه بعدين بيقول اف ذا تايم اوف امباكت بتوين ذا بول اند ذا بلوك از 0.005 طالب مديني التايم يبقى يطلب الفورس ديتيرمين ذا افريج نورمال فورس ومديني الاي 0.8 طيب احنا اتفقنا في امباكت يبقى معنى كده ايه؟ ادي الاي اهي في امباكت يبقى ايه؟ في معادلتين على طول طالما اقسام مديني الاي الاول في امباكت يبقى معادله كميه التحرك موجوده اللي هو كونزرفيشن اوف مومنتم طب اللي هي ايه؟ ام احنا عندنا ام اي وام بي ام اي في اي زائد ام بي في في بي ده قبل يساوي ام ايه بتختلفش ال في اي داش زائد ام بي في في بي داش اي تصادم على طول تكتب المعادله دي معادله رقم واحد مفيش غنى عنها المعادله الثانيه اللي هي معادله الكاينتيك انرجي اللي بيكون فيها الاي اللي هي المعادله دي نكتبها وما نكتبهاش بقى على حسب يعني احنا محتاجين يعني هو لو مش مديني الاي مش هكتب ما عنديش الا لو قال لي مثلا الاستيك فلو قال لي الاستيك او توتال الاستيك ده مش موجود يبقى بالتالي ده يساوي ده. ممكن الجسمين يصطدموا في بعض يصطدموا ويمسكوا في بعض. فلو مسكوا في بعض خلاص يعني مش طبق المعادله الثانيه ومش يديني الاي. ساعتها اطبق كميه التحرك مره في اتجاه الاكس مره في اتجاه الواي. ممكن يديني امبلس فالمعادله الثانيه بتكون مش مطلوبه اللي هي بتاعت الاي. لكن دي موجوده في جميع الاحوال. اي تصادم يبقى المعادله دي موجوده. طيب الام ايه؟ هو قال لي ب 2 والفي قال لي ب 4
والام بي الثابته كانت ب20 والفي كانت بصفر. الام اي لسه ب2 ودي لسه ب20. الفي اي مش معلومه والفي بي داش ب2 بعد مش معلومه للاسف يعني. فعندنا معادله مجهولين نزلت معادله ثانيه. طب نستنتج ايه من دي؟ 2 في اي داش زائد 20 في بي داش بيساوي شويه دول، دول بصفر يبقى دي 8، ودي المعادله رقم 1. خلاص خلاص تمام. المعادله رقم 2 اللي هي قلنا ايه؟ في بي داش ناقص في اي داش بتساوي اي او ماينس اي اسف في بي ناقص بي اي. طبعا احيانا يكتبوها ازاي؟ يكتبوا الاي بتساوي وبعدين يكتبوا ايه؟ ده على ده بس يعكسوا الاشاره. يعني ليها يعني طرق كثيره لكتابتها، ممكن بالماينس ممكن بالبلاس ممكن ده هنا ممكن كده، ممكن نعكس الاثنين دول ونخلي الاي موجبه مش مشكله. انا بحب اكتبها بالطريقه دي. ليه؟ النهائي ناقص النهائي يساوي الابتدائي ناقص الابتدائي واحط ماينس بس بالعكس يعني بالعكس. لو كان طبعا الاي بصفر ده راح اللي هو توتالي ان الاستيك، لو كان بواحد بشيل الاي واقول ان السرعه ناقص السرعه يساوي نفس السرعه ناقص بس باشاره سالب. طيب الاثنين دول مجهولين سيبهم مجهولين. الاي قال لنا بوينت 8، الفي بي كانت بصفر والفي اي كانت ب4، فبوينت 8 في 4 يبقى 3.2. يبقى معنى كده الماينس في اي داش، انا هعدل المعادله عشان تدخل بالقلم، ماينس في اي داش زائد في بي داش بتساوي ما عملتش حاجه هنا ماينس بوينت 8 في 4 3.2 بالموجب لان ناقص مع ناقص. يبقى دي المعادله رقم 2. اذا احل بالاله بقى. لو عندي اله عندي اله عندي اه في اله تهرب من الحسابات بس للاسف الاله موجوده دايما زوجتي تحطها لي عشان تدبسني يعني في الحسابات. طيب مود واحد لا لا مره تانية مود احنا عايزين نحل يبقى 5 بعدين 1. دي معادلتين في مجهولين. الفي اي كوفيشن بتاعه 2 في اي داش وده 20 والحد المطلق 8 ماينس 1 1 و 3.2 يطلع الاجوبه الفي اي. طبعا دخلت الفي اي في الاول فتطلع في الاول برضو في اي داش بتساوي هيرجع بماينس 2.545 متر على الثانيه. والفي بي داش اللي هي الكتله بي متعلقه بي بوينت 6.55 متر على الثانية. جبنا السرعة فين؟ هو طالب ايه؟ طالب الفورس الافريج نورمال فورس اكزيرتد اون ذا بلوك ديورنج ذيس تايم. يعني عايز الفورس اللي هي بين الاثنين، ندرس واحدة من الاثنين يا ده يا ده. ندرس الكرة اسهل. الكرة اهي كانت رايحة بسرعة 4 متر على الثانية، ردت بعد شويه بسرعه 2.545. تعالوا نكتب قبل وبعد. القانون الاولاني اللي هو ام في 1 زائد الفورس في تي يساوي ام في في 2. طيب الام بكام؟ كانت يعني ب 2 وهنا 2 وهنا 2 والفي كانت ب 4 هنا بماينس 2.545 والتي مديها لنا بوينت دبل او 5. اذا الاف بتساوي الرقم اللي هو 2 ضرب خلينا نقول مود وحشن على الاله 2 ضرب نفتح قوس 4 زائد 2 لان ده بالماينس راح هناك بالزائد البلس يعني 4 5 قفلت القوس شويه دول جم هنا قسمت على بوينت او 5 طبعا كده صاروا بالموجب يبقى ده بالسالب يطلع 2000 بالماينس 2.618 نيوتن. يبقى الفورس هتكون كده اتجاه السالب. اذا اطالب الماجنتيود ولا اطالب الافريج نورمال اذا خلاص يبقى سيبها كده مفيش داعي ان انا اغير اقول يساوي 2.618 احط اتجاه العكس يعني. كده يبقى احنا عملنا ايه؟ اي مساله اصطدام قلنا هنكتب المعادله بتاعت كونزرفيشن اوف مومنتم نجيب منها معادله. طيب في اي على طول راح كاتب معادله ثانيه بتاعت الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن. كلمه ريستيتيوشن معناها الاسترداد، يعني ان الجسم يحاول يسترد وضعه الطبيعي. لو هو واحد يسترد كاملا وبالتالي مفيش طاقه، طاقه حركه ضاعت.
لو هو صفر معناه ما استردش حاجه، يبقى حصل له ديفورميشن جامده ومسك الجسمين في بعض ومشوا مع بعض، فبنسميه توتالي ان الاستيك. ده 2 كيلوغرام بول اثيرون از سسبندد 20 كيلوغرام بلوك بلوست 4. نفس السؤال if او نفس الداتا، يعني if the coefficient of restitution between the ball and the block برضو 8.8 determine the maximum height. طالب الماكسيمم هايت ده بعد ما خبط، احنا هنا حسبنا الفورس خلاص في السؤال اللي فات، هنا كمان طالب الهايت اللي هيطلع له البلوك قبل ما يقف before it momentarily stops. طب احنا جبنا سرعة الجسم VV من السؤال السابق، من السؤال السابق ال VV داش كانت ب 0.655 متر على الثانية. عايزين بقى يطلع قد ايه؟ هو عنده كمية حركة أو طاقة حركة هيطلع يقف فوق يقف. يبقى نطبق ايه؟ نطبق فاكرين شابتر 14 تي 1 بلس في 1 يساوي تي 2 زائد في 2. ده مبدأ حفظ الطاقة conservation of energy، مفيش طاقة بتضيع، مفيش لا فريكشن ولا هواء ولا أي حاجة داخل في الاعتبار. طب التي 1 هو كان بيتحرك؟ اه بالك كان بيتحرك نص، كتلته كانت 20 في 0.655 ترمين. طب هناخد هنا الداتا، فهنا ال H تساوي صفر وبالتالي طاقة الوضع بصفر. طب التي 2 هيطلع بقى فوق خالص فهيقف فصفر. طيب وال V 2 M G H M جي اتش، والام عندنا ب 20 ما عملناش حاجه كده 9.81 والاتش مجهوله، اذا الاتش بتساوي كذا متر. نص في 20 يعني 10 في 0.65 تربيع يساوي ده رقم يقسم على 20 ضرب 9.81 فطلع الجواب 0.019 متر. لو ضربته في 1000 عشان نحسبه يعني يطلع رقم كده يعني معقول، يطلع 21.9 ملم. لما يكون رقم صغير قوي كده يعني نحاول نحوله لحاجه تتقري يعني، ف 22 او نقول تقريبا 22 ملم، يعني بالمتر بالمتر. ده بايل بي، في عندنا بايل اسمه بي اهو بس مش باين، ده بي اهو بي، وفي عندنا سي اهو ربما مش باين قوي لكن انا باينتها. عنده ماس 800 كيلو جرام، يبقى ده عنده 800 كيلو جرام. طبعا اللي فيكم في مدني زيي، انا اسمي حماده شعبان، مهندس حماده شعبان مكتوب الاسم تحت اهو، وانا مهندس مدني ولكن يعني حابب الهندسه، فيعني عرجت شويه على كذا قسم، يعني شويه كمبيوتر على شويه ميكانيك على شويه اندستري، فيعني برضه شويه ماس، يعني بقالي 20 سنه بدرس، ف يعني مواد هندسه عامه، يعني درست طبعا جامعه القاهره اللي اتخرجت منها سنه 88 وتعينت فيها سنه 90 في مركز البرمجيات، والفت واشتغلت في قسم الكمبيوتر اول حاجه، وبعدين طبعا اشتغلت بقى في كل، يعني رجعت لقسمي وبعدين ميكانيك زي مدني. فعامه التدريس مهنه ممتعه، وخصوصا لما حد يفهم منك ويدعي لك مثلا، يعني بكون في قمة السعادة. فلو بسمة رسمت على وجه حد ما كانش فاهم وفهم، ده شيء بالنسبة لي يعني بيسحرني. فأنا مهندس مدني، فنقول البايلز دي مفترض عاملة زي الفاونديشن اللي هو بيشيل المبنى، فلما يكون المبنى كبير مثلا أو أحماله تقيلة مثلا برج أو شيء، ما بتكفيش القواعد العادية اللي هي بتكون على مترين وثلاثة، لا بنعمل بايلز طبعا بتدخل في بطن التربة ل 30 متر و 20 متر على حسب طبعا ارتفاع المبنى والاحمال اللي فيه. ففي عندنا كل بايل من دول 800 كيلو جرام is being driven into loose sand. عندنا طبعا loose sand اللي هي رمل مفكك ما بينفعش نأسس عليه، فبنخلي البايل ينزلوا تحت شويه عشان يحصلوا تربه يعني نقول متماسكه اكتر، ويكون في طول كبير يحصل فيه احتكاك فالمبنى ما ينزلش. ما حدش يسكن في برج انا بنيه. بيقول بيستخدم 300 كيلو جرام هامر، ده 300 كيلو جرام which is dropped والمسافة نص متر from the top of the pile. Determine the distance the pile is driven into the sand after one blow، بعد خبطة واحدة. If the sand offers يعني بيعطي resistance 18 كيلو نيوتن، مدين الـ E ب 0.1. طيب
احنا عندنا الهامر اهو اللي هو سي، هينزل نص متر، هيبقى هنا. حلو، ادي السي اهي. طب الحته دي لما ينزل من هنا لهنا السرعه، خلق سرعه قبل ما يخبط فيها، لو نحسب السرعه اللي هيخبط فيها وبعدين نطبق المومنتم اوف يعني لو كونزرفيشن اوف مومنتم عشان اعرف سرعه البايل، وبعدين اشوف البايل هينزل قد ايه. يبقى ثلاث خطوات، اول حاجه اعرف سرعه الهامر هينزل بكام، بعدين نشوف التصادم، وبعدين نشوف البايل هينزل قد ايه. طيب بالنسبه لسرعه السي نقول تي 1 زائد في 1 يساوي تي 2 زائد في 2. ده شابتر 14. التي 1 ما كانش بيتحرك، الفي 1 ام جي اتش، التي 2 طبعا نص ام في سكوير، والفي 2 نزل تحت، احنا واخدين الداتا من تحت، الداتا من تحت هنا، فخلاص ما بقتش بصفر، وكان مرتفع نزل. اذا هو مشهور طبعا الفي بتساوي ايه؟ الام تروح مع الام، جذر 2 جي اتش. مشهوره المعادله دي، الفي بتساوي اي حد، اي كتله بتسقط مسافه اتش كل سرعتها 2 في 9.81 في نص، فيطلع جذر الانسر، فطلعت السرعه ب 3.13 متر بير سكند. هيخبط في البايل اللي هو ثابت، فانت تعال نقول معادله كميه التحرك ام في 1 او ام في بايل زائد ام في الهامر قبل يساوي الام في الفي بايل بعد زائد الام في الفي، طبعا ام بايل هنا ام سي في في سي داش. طيب الباي كان ثابت فهو عندوش سرعه، الام سي الهامر 300 وبيتحرك ب 3.13، الام بايل 800، الفي بايل مجهوله، الام سي الهامر 300 وهذه مجهولة. ضل نعمل ايه؟ الاي بقى، معادلة الاي، فالفي بايل ناقص الفي هامر داشز يساوي ماينس الاي في الفي بايل ناقص الفي سي. طب الفي بايل كان بصفر، والفي سي نزل بكام؟ 3.13، والاي قال لي بوينت 1، الفي بايل داش مجهولة والفي سي داش مجهولة. نحل بقى المعادلتين، طبعا دي هتطلع نضرب، فنقول كده مود 5 1، وندخل المعادلات اللي هي هنا 800، هدخل الفي بايل الاول 800، 300 دي 300 ضرب 3.13. تعال هنا بقى الفي بايل الاول فب 1 وماينس 1 وده بوينت 3 1، نقول يساوي، طلع ان الفي بايل داش بتساوي سرعته 0.93. With our best wishes.